خفضت الصين معدل الإقراض الأساسي لمدة عام واحد إلى 23% من القراءة السابقة البالغة 3.3%، وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من 5 سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين لتحديد معدلات الرهن العقاري إلى 3.6% من 3.8%. تأتي التخفيضات في معدل الإقراض الأساسي الذي تحدده مجموعة من البنوك الصينية الكبرى بعد أن وضع بنك الشعب الصيني خطوات الشهر الماضي لتشجيع الأسر والشركات على الاقتراض، تشمل التدابير خفض الفائدة وتوفير السيولة لتحفيز الإقراض المصرفي.